بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوان والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة غادي نطرحوا واحد الأسئلة جريئة على العلاقات المغربية الفرنسية. من بعد ما خلينا داز واحد المجموعة الأيام اللي كان فيها اللي طاغي كان التفاؤل وكان الابتهاج وكان ذكر المحاسن، والجميع كيتكلموا على علاقات تاريخية سواء من الجانب المغربي أو من الجانب الفرنسي، والخطبة اللي كان دار ماكرون بداك الشيء اللي فيها بالأبعاد ديالها إلى غير ذلك. فدازت هذه المدة، وحتى أنا في خلالها بينت درت فيديو كنقول بأنها درافة الخير وبأنه نقطة جيدة ومنعطف كذلك جيد، لأنه المغرب ما مشوقش في العداوات، فلينوا يصلح معها الموقف من مغربية الصحراء، هذا كان بالإمكان ديالو أنه يرجع للطابلة ويكون تفاوض ويكون اتفاقيات ويكون تعاون ويكون استثمارات إلى غير ذلك، طبعا في المجالات اللي هي في الإمكان فرنسا. أنا فايت لي شحال هذه تكلمت، قلت بأنه فرنسا ذاك الوقت اللي كانت دوزات وضايع فرق تعطل على رأسها الركب. علاش؟ لأنه المجالات ديال التعاون المجالات أراها فيها وفيها، وبما أنه المغرب كان سابق المجالات اللي هي استراتيجية كبيرة كان وقعها مع الأمريكيين، فالتأخير الفرنسيين راه هي اللي غادي تأدي النتيجة دياله، لأن في الأخير ملي تصلح العلاقات ديالها غادي تدوز تستثمر. فين تستثمر؟ في ذاك الشيء اللي يبقى حسب القوة ديالها وحسب الحجم ديالها الحقيقي. الاستثمارات راه فيها وفيها، ذاك الشيء الكبير راه شفنا المغرب مع الأمريكيين، الأمن، الجانب العسكري، التحالف على المستوى ديال شمال إفريقيا، على مستوى ديال دول سائل غير ذلك. إذن كانت باينة فرنسا ملي غادي تكمل راه غادي تكمل طبقا إلا بغات تستثمر، ذاك الشيء اللي قدامها هو اللي غادي تمشي فيه. إذا قلنا بأن صلحت العلاقات ديالها، والمغاربة كذلك استقبلوا الأمور بابتهاج، ومن المنتظر كذلك العاهل المغربي غادي يمشي غادي يمشي كذلك الزيارة لفرنسا باش هاد الشيء يتكمل. ولكن كاين واحد المجموعة الأسئلة الصراحة خصنا نطرحوها، وربما مش أنا ما كاينش اللي طرحها بزاف، وتقريبا الكلام كان متشابه. مجموعة ديال الاستثمارات تقريبا 10 ملايير دولار، وهذيك 10 ملايير ممكن تحققها الشركة، والأساس هو أنه ذاك الشيء غادي يكون هذا، وبأنه راه كاينه كذلك استثمارات في الناقل، السكك الحديدية، الهيدروجين الأخضر، الوقود، صناعة الطائرات إلى غير ذلك. هذا الكلام هو اللي كان كيتعاود بزاف، وهنا صراحة ما عندنا ما نقولوا، لأنه المغرب يتمشى مع فرنسا حسب كذلك القدرة دياله، واي مستثمر جا من على برا من حقه انه يستثمر، لانه كتكون فيها فوائد. وهنا باش نكمل لكم اكثر من هذه الاسئله اللي غادي نطرح، هنا كيجي واحد السؤال: الرأسمالية ولا ارباب العمل ولا ارباب الاموال او لرجال الاعمال المغاربه او للاثرياء المغاربه اللي من ستينات والعلاقات مربوطه مع فرنسا ومشيو يقراو تما ويدربوا تما ويتعلموا تما، والإدارات المغربية كذلك مرتبطة تم، وجميع القطاعات يمشيو يستافدوا ويجيو لهنايا كذلك، وهذا التبادل إلى غير ذلك. علاش هاد رجال الأعمال هادو عجزوا إلى حدود الساعة يدخلوا القطاعات مثل هاد القطاعات اللي شفنا مثلا دابا غادي تدخل ليها فرنسا؟ يعني أنه أصحاب الأموال من ستينات إلى دابا فين القدرات ديالهم؟ فين المستوى ديالهم؟ علاش حنا عجزنا في المغرب انه تكون عندنا كذلك قطاع خاص ورأس مالي كيدخلوا المجالات الاستراتيجية؟ علاش عجزنا؟ اذا اشنو كاين هنا؟ غادي نتذكروا الحسرة بان عندنا اصحاب المال، عندنا الاغنياء، عندنا الاثرياء، ولكن ما عندناش القطاع الخاص. كاين قطاع الخاص ماشي ما كاينش، ولكن العقلية ديالو تقليدية، كاين سيطرة العائلات فقط. يعني ملي كتجيب الفرشادة كتلقى مؤسسات عصرية، وكيجيبوا الكفاءات ولكن يمشي يقراوا الكفاءات في أوروبا ولا في فرنسا إلى غير ذلك، ولكن البنية الداخلية الذهنية الداخلية كتلقاها عائلية فقط.
ما كاينش مثلا انفتاح على السوق ولا الكفاءات الى غير ذلك. هادو هما رجال الفلوس اللي كاينين في المغرب. النقطه الثانيه الاستثمارات الى لاحظتيها في كيمشيو دائما كيرسموا البلاصه السهله الربح السريع. ما غاديش تلقاو مثلا كيتلوحوا المجالات كبيره فيها استثمارات كبيره، انه مثلا بنادم كيخسر على واحد 10 ولا 20 عام عاد كيبدا يجمع المداخيل، كيف ما كاينه مثلا في اوروبا كتلقى مثلا استثمارات الشركه كتضرب كتلقى كتخسر 20 و 30 عام عاد كتبدا الارباح ديالها، وكيمشيو القطاعات الاستراتيجيه وما كاينش ديك الذهنيه العائليه فقط، داكشي مفتوح على الكفاءه وعلى اللي عنده شي جهد يدخل. إذن هادو هما رجال المال ورجال الأثرياء الأغنياء اللي كاين في المغرب. ها الربح السريع في العقار مثلا، في الفلاحة مثلا، غير في التصبير شي حاجة اللي بالزربة بالزربة كتجيب الفلوس. ما كاينش مثلا اللي غادي يستثمر شي حوايج غادي تبدا تجيه فلوس ولا 10 سنين أو ولا 15 ولا 20 عام. هذا بالنسبة لسؤال رجال المال المغاربة. شنا ديك النهار فرنسا ملي جا ماكرون جمع تقريبا شي 170 في الوفد ديالو مختلف التخصصات، حتى الادباء حتى الفنانين بالقطاعات والمال والبنوك القطاع العام القطاع الخاص القطاع الشبه عمومي جميع القطاعات جابهم، يعني جاو جديين بجميع القطاعات. والمغاربه هذا هو المشكل. ننتقلوا دابا للموضوع الاساسي. قلنا بانه فرنسا صحت الموقف ديالها من الصحراء المغربيه وقالت أودي بأنه هي ضد أي حل إلا حكم ذاتي في إطار السيادة المغربية. هنا غادي نطرح واحد أسئلة اللي هي جدية، يعني باش نكونوا صراحة. فرنسا راه ماشي مثلا الموقف ديالها اللي هو سلبي قالته غير بضمها وزادت باش نقولوا له اجي صحي داك الموقف فمك وسيري. راه ماشي عاجات وقالت ملي خلقت المشكل ملي هذا قالت كلام سلبي ومشات باش نقولوا له لا. فرنسا راه كان من المنتظر تسلم المخطوطات والخرائط والارشيف وكل شيء. فرنسا راه ملي دخلت الجزائر 1830 راه هي اللي كانت كتخدم على الارض، راه هي مولاه هذا الشيء كله، راه عندها الارشيف ديال التاريخ. هذاك الارشيف خاصها تجبدو، خاصها تسلمو للمغاربه، تعطيهم الارشيف تعطيهم المعلومات تعطيهم كل شيء تعطيهم الوثائق. لان دابا حنا دابا طلبنا من فرنسا قلنا لي قولي موقف زوين وهاتي زوينه بحال الا زعما هي خيابت معنا عف الهضره. لا، دول اخرى ممكن، دول اخرى اوروبيه ممكن، لان هذيك علقت البنادم غادي بديك الهضره ومشى بديك الهضره. دابا قاعدين كنقولوا ليها لا وصحي وها الحقائق. لا، فرنسا راه هي الفاعل الاساسي، راه هي اللي هودت الجزائر في 1830 وهي اللي نفختها وجبدتها وطولتها وقطعت من الصحراء الشرقيه ولصقت معاها وزادت عاد خلقت المشكل ديال الصحراء. هذا اللي كيقولوا بين قوسين قانون الدوله الصحراء الغربيه، يعني كانت كتخدم على الارض. وانا شفت انا وديك الاتفاقيات اللي كانوا كيبرموا قدام العاهل المغربي تقريبا شي 22 اتفاقيه، صراحه يا اما ما فهمتش ولا كنتسنى زعما شي اتفاقيه ديال تبادل الارشيف او لا شي حاجه بحال هكا. ما انا ما باليش او لا ما فهمتش او لا شي حاجه. كنتمنى من اخواني الا شاف شي حاجه او لا شاف هذا ينبه. كنت كنتمنى انه ديك الارشيف وداك الشيء خاصك تنزلو، خاص ماشي غير تقول لينا حكم ذاتي في اطار السياده المغربيه. اي قولوا ماشي مشكل، هذاك مزيان يحتاجو المغرب، ولكن ملي قلتي تصلح معنا العلاقه وعندك نيه طيبه ونزل داك الارشيف القديم، هذاك بوحدو غادي يهضر. لان دابا مثلا المغرب حتى انا سمعت من التفسيرات اللي كنسمعها سمعتها في التلفزيون وسمعتها في الراديو وسمعت في كل شيء، ومن شان هذا الموقف المتقدم للجمهوريه الفرنسيه انه سيكون شي حاجه التي زعما عاد تعاون المغرب في دعم الطرح ديالو مع باقي الدول ومع باقي كذا ومع باقي كذا.
زعما غنقولوا ليها هو فرنسا راها دارت موقف زوين وكذا وكذا، هو زعما غادي نتشجعوا باش نهضروا مع الدول الاخرى، ولكن نزلوا الارشيف نزلوا الحقائق اللي كانت كديرها فرنسا، هذيك غادي تهضر بوحدها. ديك ساعه المغرب من الساعه اللي خاطب بها العادي والبادي، ما غاديش يبقاو كاع هاد المشاكل نهائيا. اذا هذه هي الاسئله اللي كنطرح انا، يعني انت كتقولي فرنسا دار صراعتي مع المغرب وجابت وفد كبير ديال التفاوض المفاوضات والمعاونه والتعاون الثنائي في جميع القطاعات، جابوا وفد كبير من داو كاع سنين تاع سنين، انا نتعاون معك مول هاد الوزاره يتعامل مع مول هادي ومول هاد القطاع مع هذا ومول هاد القطاع تتعامل مع مول هذا، وفد كبير. اذا جيتي باش تعاون، ايوا ما تعاونتيش معايا في القضيه المركزيه، انا كنقلب بها على الادله، انا كنقلب على الحجج بلادي ديالي، وانت ملي دخلتي في 1830 عندك ارشيف ديالك، ديك الجهه ديال الصحراء الشرقيه ودوك التواسع كامله، هذه كلها انت حاصيها، كلها انت حاسبها، كلها انت كتعرفها، اي تقطيعه درتي كنتي كتوثقها، اي حدود خربقتي كنتي كتوثقو، اي حاجه كتحيدها مني وكتعطيها للاخر. اذا هذوك الوثائق، هادو هما الاسئله اللي حنا كنطرحهم بكل براءه. يعني ما انا اللي لاحظت، لانه خلاص ان الانسان مثلا ملي كيكون على مثلا ملي كنكون مثلا كنحلل، ملي كنحلل راه كاينه مثلا واحد من المسائل الموضوعيه ما خصها تكون مفروض علينا، اي حنا مفروض علينا حتى جيت احنا في القناه على فرنسا على فرنسا على فرنسا، عرفتي شحال هضرت على فرنسا والفيديوهات كلشي كان ناجح ولله الحمد. اذا حنا ما بغيناش مثلا النيه ديالنا ملي كنطرحوا الاسئله هو ان مثلا غتكون منغرف ولا سوداوي ولا لا هذه ماشي هي النيه. تفائلنا ملي تصلحت العلاقه وجا ماكرون والمسائل وكذا وهذه والابتهاج والسرور والفرح والغيظ ديال الاعداء، ايه تفائلنا لان المغرب مثلا ماشي عا كيجي وهو مثلا مشوق في العديان، لا اللي قال لك اسيدي انا مستعد معاكم صافي انا هذاك هذاك التفاعل غادي يدخل، ما يمكنش عاوتاني يكون عندك واحد الموقف عاوتاني مثلا عقائدي انا ضد فرنسا يجي وانا باقي مخنزر فيه ولا يمشي، لا اذا حنا مستعدين نزيدوا لقدام. المملكه المغربيه ديما الطبيعه ديالها هذه، ولكن النخبه راه خاصها عاوتاني خاصها تعاون. اذا شنو حنايا نبقاو نستناو مربعين يدينا؟ هو مثلا ماكرون قبل ما يجي وحتى ملي جا قاعد كيقول الاسباب ديالو علانيه، قال لهم عندنا موقف متقدم المسائل وكذا وكذا والسياده المغربيه وهذه وعندنا استثمارات في المنطقه، بحال اللي كيقول لي ما ودي انا عندي العذر ديالي علاش تنازلت، لان راه غادي نجيبوا النفع، غنجيبوا الاستثمارات وغادي نجيبوا فليسات وغادي نجيبوا. اذا حنايا شكون اللي غادي يطرح هاد الاسئله هذه الجريئه؟ غنبقاو غنقولوا تاريخيه، علاقات جميله، علاقات ثقافيه هذه واغاده التعصب الجزائري، لا راه خصنا عاوتاني حتى حنا عاوتاني خصنا الوضوح، خصنا الوضوح. انا لان مثلا طيله هذه المده اللي قاعد كنشوف اللي قاعد هذا وكانه فرنسا تقريبا بحالها بحال البرتقيز بحال بدا غايقول لك مثلا السياده المغربيه وعوام زيان وغاشتي هذا، لا فرنسا راه خصها ماشي عاد تقول تحط المعلومات، ياك جيتو كنشتركوا مع بعضياتنا في الطاقة والهيدروجين وما نعرف شنو هو والسكك الحديدية تي جي في وبهادي وبهادي وبهادي، يقول التعاون خصو يكون حتى تما في المسائل ديال التوثيق في الوثائق. هذا هو إلا بغينا نقولوا نكونوا شوية جديين، وإلا راه الأمور بقى ما كاملاش، راه باقي خصو يكون نقاش ممكن
ولكن على الاقل الامور تعرف. يقول لك اودي بان هذه المسائل ديال الارشيف وهذا راه مطروحه للنقاش او فيها كذا او فيها كذا او على مراحل او جايه او الى غير ذلك. اذن ديال الارض ديالي ما غاديش تعاون معايا باش تعطيني الوثائق ديالي، خصك تعاون معايا، نتعاونوا في كل شيء، ماشي مثلا نتعاونوا على قطاعات استثماريه سير من ناسر من ليه 10 المليار كذا 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 وسير. انا قلت لكم انا كون كان مثلا فرنسا الموقف ديالها جا نتيجه شهاده شفويه، مثلا فرنسا ما نعرف هذا بحال شي دوله اخرى بعيده علينا مثلا عاجت شهاده شفويه، ايه ممكن تقتنع انت بديك الشهاده الشفويه اللي غادي تقول لك نحن مع المغرب حكم ذاتي تحت السياده المغربيه ونحتفلوا به كاملين. كيف ما دابا كنحتفلوا فيما كنسمعوا شي دوله قالت هذا الكلام كنفرحوا، ولكن فرنسا لا، راك دخلتي في الجزائر وملتزمتي في الجزائر، نفختيها قولتيها وجبدتيها حتى ما نعرف شنو هو، وخديتي من المغرب وخديتي من موريتانيا وخديتي من ديك الدول كاع المحيطه ونفختيها قولتيها مزيان، ومن بعد شديتي الصحراء الشرقيه كلها رومتيها دفعه واعده، ومن بعد دوزي اصبرني دوزي لديك الجهه عاوتاني. الا اذا داكشي اللي كديرو انت كامل اللي درتيه انا محتاج ليه، واش تعطيني غير انا مع موقف من النزاع تحت هادشي؟ انا ماشي زعما كنبخسو ولا لا، يعني احنا كلنا ايجابيين، ولكن راه المغرب باقي متبوع تحديات، باقي متبوع بتحديات. اذا الشرقيه ماشي ديالنا ولا ماشي، وهي ميريكان 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 سربت وثائق ليلى كتذكروا، ميريكان سربت وثائق على انه فرنسا عندها شهود وشهادات ووثائق كتبين كيفاش فرنسا كانت كتقطع من المغرب وكتدفع لديك الجهه، شهود شهود عليها، يعني كانت شاهده على الاستعمار الفرنسي اشنو كان كيدير. اذا وحنايا وصافي وجهنا حد عندنا فهمتي، اذا التعاون خصو يكون تعاون تام، تعاون منصف، تعاون يصلح المشكل من الاصل. اما الا كنتي تحوج داكشي عندك وتخليه عندك في المكتبه، اذا ما كاينش تعاون، ما كاينش تعاون. وهنا ما فهمت انا واش النخبه اش كتسنى، ما فهمت انايا المسؤولين اللي تحت المستوى ديال العاهل المغربي واش ما كيسناو، ما فهمتش. اذا يجب تدارك هذه النقطه، هذه خاص تدارك الاشاره لها ولا الفتح مع المسؤولين الفرنسيين في هذه النقطه هذه ديال انه الارشيف اللي عنده علاقه بالحدود المغربيه خاص المغرب يحصل عليه باش يهضر مع باقي الدول ويهضر مع الجميع ويهضر مع بنت اللي مخربقه كل شيء، تضربها بزكته وتجي تقول لهم انا مع مع حكم ذاتي في ايطاليا. اللي هو قبل بعد قبل 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 هذا هذيك المسائل خاصها تجبد، هذه هي المصالحه اللي كتكون ما بين الامم وما بين الشعوب، هذه هي المصالحه. اما مثلا موقف رسمي هكا بوحده، الوثائق اغلى من الخطابات، الوثائق اغلى من بنادم، الوثائق اغلى من الشخص. الوثائق كتلقوا مثلا في المحكمه، المحكمه القضاء، القضاء دابا القضاء لان الاحكام ديالو تقريبا مقدسه، القضاء القضاء عنده الوثائق، عنده اهم من هذاك اللي كيهضر، عنده الوثائق هي اللي كيقلب عليها، ما كيتباش على التصريحات بوحدها لا. أو مثلا الأجهزة اللي كتعزل جميع النزاعات في العالم كيف ما بغات تكون، كتلقى الأجهزة اللي مكلفة بها في كتمشي، واش كتجيب واحد كتقول له بدا تصرح ليا وانا نكتب وهذاك هو الحق، هذاك هو الواقع لا، هذاك هو الحق لا، كينمشوا على الأدلة سواء وثائق أو آثار أو بنادم أو مخلة، المهم أي حاجة، هذيك أهم من بنادم. أما مثلا نجمع كل شيء وتجي وتقول لي أنا نقول لك شتي أنا مع أنا معاك في هاد الطرح ديالك، الطرح ديالك راه مزيان، لا خص
تبادل المعلومات وعطيني المسائل لأنها كتهمني، هذه كتهمني الحاجة اللي فيها أنا، أعطيها لي أو دير لي فوتوكوبي ولا اللي بغيتي، ماشي أنت تنوب عليا. كنبقى أنا محتاج للشهادة ديالك، كنبقى أنا ديما راه الإشارة للشهادة ديالك اللي هي غير هضرة، في حين أنه اللي كيحكم هو الحجج، هذيك هي اللي كتحكم، كتحكم عليا وعليك. أنا ما غاديش نطلب أكثر من داكشي اللي عندي، وأنت عاوتاني ما غاديش. إذن هذا الموضوع هذا هو اللي أنا كنسول عليه، غنبقاو دابا ديما عاوتاني نبداو الصحراء الشرقية وما نعرف وشنا هو لا، ولكن أي حاجة ديالي أنايا تفاهمنا مع فرنسا، تصالحنا معها، دازت كتعزل في استثمارات، الله يجبيها التيسير، لأنه هذا ما عندها الأولوية بشي بلايص تعطى ليها هذا، الله يعاون هي. ولكن كيف ما أنا أتبادلو هاكي عطيتي، ما تعطيني والو، تعطيني الهضرة، لا أعطيني المسائل الحقيقية اللي كتهم السيادة ديالي هي أهم شيء. عمل استثمارات غير وجيش ديال الاستثمارات والقسم الكبير فيه، أنا غير باش حنا باش نكونوا واضحين، اللي صاحبنا في العالم صاحبنا، واللي كنبيعوا معاه الشراوية، والمغرب ماشي جزيرة ومفروض عليه يتعامل مع جميع الشعوب وجميع الأممية، ولكن المغرب مفروض عليه يعرف كل واحد كيتعامل معاه. فرنسا لاحظت هنا كتركز بالدرجة الأولى الاختراق الثقافي، لأن مثلا ديك البلاد ديال الاتفاقيات وهادي شنو فيها؟ فيها غادي جايين غادي جايين، حنا غادي عندهم هما جايين عندنا، سير هذا سير أجي سير أجي سير أجي، والفنانين والكتاب والهجرة والغزو الفكري والمسائل وكذا وكذا، زائد المسؤولين ضرب الطم طالب داروا الملك تعليمات، دارها الملك على اللغة الإنجليزية، على اللغة الإنجليزية طالب داروا تعليمات ديال الملك، والنهار الملك ملي هضر على الإنجليزية راه ما قرناهاش بفرنسا، زعما باش نقولوا غير تعايد عندنا عايب مع فرنسا داح بغينا نحيدوها وديروا، لا كان قرنها كأداة التفوق العلمي، وأنه الأمة المغربية خاصها تطلع على أشنو كاين في العالم، قرنها بالتقدم الإنجليزية، راه ماشي كان ديك الساعات مثلا ملي كان، لا جات في إطار بوحدو، هاي الإنجليزية مكالينها باش يخلوها على الفرنساوية بعيدة، لكون مثلا قرنها بمعركة ولا شي حاجة مع فرنسا ولا شي حاجة كان ممكن بنادمي ما نعرف، ولكن هو ملي كنتكلم على إنجليزية كنتكلم عليها على أساس أنها بوابة لانفتاح المغاربة على العالم بأسره، وهما دابا قاعدين كيحاربوا الإنجليزية باش يبقاو عمالين الفرنساوية اللي معرصتهم مع فرنسا، وما بغاوش 40 مليون ديال المغاربة يخرجوا منهم 21 كيقراو الإنجليزية وكيفهموا الإنجليزية وكيفهموا الأمم الإنجليزية والأمم الأنجلوساكسونية ويفهموا الرؤساء الأمريكان اش كيقولوا، المنتخب الأمريكان والمجتمع الأمريكان كيفاش عايش، والمجتمع بريطانيا كيفاش عايش، والمجتمع أستراليا كيفاش عايش، ما بغاوهمش، قاعد متكيين عليهم خلين زعما فرنسا باش اللي عنده المسائل وكذا فرنسا يمشي يقرا فرنسا ويجي فرنسا، شكون هذاك هو اللي يحكم عليك بداك القطاع الفلاني، هادو كفاءة فرنسا. إذن علاقة جيدة مع فرنسا مزيانة، السكة ديالها غادة، ولكن الإنسان يحافظ على أنه راه هو الأصل، هو الأصل، وبأنها فرنسا جزء من العالم ماشي هي كل العالم. هذه أسئلة أنا طرحتها واضحة، ونتمنى ونسمعوا الأجوبة، نتمنى ونسمعوا الأجوبة. نكتفي بهذا القدر الإخوان والأخوات، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.